رضوى، فك الكلبشات ودخلها لي. تمام يا باشا، فك يا ابني الكلبش. تشربي حاجة؟ مش عاوز. طبعا انت عارفة ان موقفك القانوني صعب. مش فارقة، هتتعدني. مش هتبقى أول مرة. اتعدمت قبل كده قدام الناس كلها لما اتداس عليا وخسرت كل حاجة، أهلي وجوزي وسمعتي ونفسي. قتلتي يا رضوى؟ ده سؤال لازم أوجهه لك. أنا اللي اتقتلت سيادتك. فاهم فاهم. فقررت انك تنتهي من اللي اعتدى عليكي لما القانون ما انصفكيش، صح؟ وقتلتيه. الدفع موجود والشهود بياكدوا انهم شافوكي ليلتها وكان في ايدك حاجه بتلمع. ده غير ان كاميرات المراقبه هتظهر دخولك وخروجك من العياده. وكمان ما بتنكريش. فاضل ايه تاني؟ عندك حق. ما فاضلش حاجة. يبقى هتشرفي معانا هنا لحد ما تتعرضي على النيابة، وهناك هتاخدي حبس على ذمة التحقيق لحد ما تروحي المحكمة وتاخدي حكم. إلا لو عندك دليل يثبت إنك ما عملتيهاش. ساعتها ممكن نتكلم. عندك دليل يا رضوى؟ عنديش حاجة. عنديش حاجة خالص. ساعديني ساعديني، يمكن اقدر اساعدك. الو، ايوه يا ليلى، في حاجه ولا ايه؟ انا اسفه يا حسين، بس انت قلت هترجع بالليل. معلش يا حبيبتي، اتشغلت غصب عني والله. انا بعت لك السواق عشان يوصلك للمدرسه. حسين، انت قافل عليا من بره بالمفتاح، انا هخرج ازاي دلوقتي؟ يا خبر ابيض. معلش يا ليلى، والله انا اسف. طيب انت هتلاقي مفتاح استبن فوق الثلاجه. هو ايه اللي فوق الثلاجه؟ فين يا ليلى؟ فوق الثلاجه يعني فوق الثلاجه يا حبيبتي. انت التيك توك والسوشيال ميديا اللي انت قاعده عليهم طول اليوم كلوا دماغك، ما بقاش في تركيز خالص. ركزي يا حبيبتي، مدي ايدك فوق الثلاجه هتلاقيه. الحمد لله، انا قلت هنزل من البلكونه ولا حاجه. مش وقت هزار يا ليلى، والنبي الله يخليك، عشان انا عندي شغل. يلا يا بنتي، يلا بقى. ماشي، خلي بالك على نفسك. سلام. بنتك؟ اختي الصغيرة، بس زي بنتي، انا اللي مربيها. ربنا يخليها لك ويخليك ليها، يحفظها في الأيام اللي ما يعلم بها لها ربنا دي. قتلتي عصام الصياد يا رضوى؟